اغلى جيم في مصر البوكسنج اريا. الله، سيب موبايلك هنا اللي هو ايه بيوريك انت بتلعب صح ولا غلط. يلا بينا. يلا نسيبك انا بقى اخش عشان ايه في كده. احلى من اي شاور شفتها في فندق. جامد. اهلا بيكم في اغلى جيم في مصر ال اي 7. ليه هو اغلى جيم في مصر؟ لانه ببساطه الاشتراك السنوي بتاعه هو 23,000 جنيه. ليه بقى 23,000 جنيه؟ ده الحاجه اللي هنكتشفها النهارده. ويعني هم مشكورين انا جيت امبارح مخصوص عشان اطلب منهم ان انا اصور في المكان. اغلبيه الجيمات في مصر بتمنع اصلا موضوع التصوير ولكنهم وافقوا. فالنهارده هاخدكم في جوله في اغلى جيم في مصر. اولا اول حاجه مميزه هي فكره ان الاسانسير بيطلعك جوه الجيم، تركن عربيتك تحت في الكار بارك تخش على الجيم على طول. بسم الله. اول ما بتخش انت شايف الديزاين الجامد ده اللي هو بيحسسك ان انت مش داخل جيم مبدئيا، اللي هو انت داخل فندق حاجه الستايل الدنيا. لا انت هتخش تدفع، فده اول حاجه. تاني حاجه بتلاحظها في المكان هي الريحة. هما هنا في فواحات في كل حتة بس بيطلع ريحة مميزة، يعني ريحة ليها طابع كده اللي هو مش فريدة والكلام ده، لا حاجة كده مصروف عليها. ده الريسبشن ودي الكافيتيريا. الكافيتيريا هنا يعني برضو بالنسبة لي اوبشن لطيف، فكرة ان انت عندهم هنا اكل صحي، كل الوجبات اللي انت محتاجها بعد التمرينة. هنبقى نيجي بقى نشوف الكلام ده بعد ما نخلص النهاردة يومنا، لازم نعدي عليهم. هنا بقى البوكسنج اريا هي اوت دور، هي مش روف قوي، هي جزء من الروف. الروف نفسه هورولكم بعدين في حاجات تانية فوق، ولكن هنا البوكسنج اريا بقى ساحة كبيرة طويلة عريضة، عشان لو انت مثلا في يوم من الايام النهاردة مش طالب معاك تلعب اوزان وعايز تلعب النهاردة بوكسنج، فتيجي بقى ايه تشتغل شوية كده وكده، وممكن تجيب مثلا واحد من صحابك تاخده على الرنج ده تقول له انا النهاردة طالبه معايا اقطعك فتعالى. ايوه انا جاي لك. احلى حاجه ان احنا جينا الجيم بدري قوي 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 عشان يبقى فاضي خالص ومفيش حد غيرنا. اولا دي الويتنج اريا، او مثلا خلصت تمرين عايز تقعد شويه مش عارف ايه، عايز تقعد تاكل بقى ممكن تقعد تاكل هنا. وعندك الجيم رولز، قواعد الجيم. قواعد الجيم مهمه جدا، ولكن الصراحه هم كاتبينها بطريقه فاني شويه، حاجه يعني كوميدي. نو جرانتنج الاوت، شغل بقى العاش مش هينفع هنا. خش بقى الجيم. تمام. اول حاجه هتقابلك على الشمال هي الكولد تاولز، يعني والله اللي هو بقى تخش كده تروق على نفسك. الله. الصبح كده بسم الله ريحه جميله واخر حلاوه. تخلص تيجي هنا ريتيرن تاولز عشان تخش فريش كده ومبسوط اكنك طالع من عند الحلاق بالظبط وخلصت الفوطه الساقعه والسخنه وزي الفل. في برضو تاني فوط تانيه هنا عشان طبعا الجيم والعرق بقى والكلام ده، تبقى عندك فوط هنا دراي مش مبلوله برضو تخلص تستخدمها. كل ده بقى الفيتنس اريا، عجل والكلام ده كله في المنطقه الجميله دي. فكره بقى الماشينز هنا برضو هو الاستثمار في كل حاجه، فانت بتاخد اكسبيرينس كلها كامله، حاجه اخر حلاوه. فهنا عندهم اغلبيه الماشينز او الماشينز كلها تكنو جيم، وهي ماركه عالميه. هنا بقى الماشين انت بتبقى على التريد ميل، عايز تشوف اوت دور، عايز تتفرج على يوتيوب، تفتح اليوتيوب كده هتلاقي مين؟ تلاقي كريم السيد على طول معروف. يعني ولو مش عامل سبسكرايب دلوقتي اعمل سبسكرايب على اليوتيوب فيسبوك. بس عندك بقى اوبشنز كتير في الماشينز دي، اللي هي فكره ان انت بص توصله بالابلكيشن، فده يعمل لك تراكنج للحاجه اللي انت بتعملها، سواء جريت النهارده مش عارف قد ايه، فخسرت قد ايه كالوريز، لعبت الماشين الفلانيه ولعبت الماشين الفلانيه والنهارده عملت كام عده، وتقعد بقى تتراك الاسبوع بتاعك او الايام بتاعتك انت عملت ايه كل يوم. طبعا السيستم ده موجود على اغلبيه الماشينز. في بقى هنا تشارجنج ستيشن، ودي يعني انا متخيل كل الناس اللي بتيجي الجيم وماسكه موبايلها وقاعده بتركز في التمرين وبتركز في بتاع، لا انت تعالى سيب موبايلك هنا. انا راجل اندرويد فيو اس بي سي، سيب موبايلك يشحن. كله بقى موجود، الايفون وايرلس تشارجنج، كل حاجه موجوده. تروح انت بقى تلعب وتنسى موبايلك وتروح وتسيبه هنا. حاجه عجباني قوي قوي وهي فكره التراك.
انت ممكن تشوف ده تفتكر ان هو تراك عادي، ولكن في الحقيقه هو مش عادي. الارض دي بتاعه تراك حقيقيه، مطاطي كده، تحس ان هو هتنط عليه تنط في السقف، فجامد جدا في الحركه والجري. طبعا التريدميل ما شاء الله عندهم يعني بدل واحده 200. بعد كده بقى اخش للمنطقه المفضله بالنسبه لي، وهي منطقه الاوزان والعضلات بقى والشغل ده. انا بالنسبه لي دي هو ده مكاني المفضل. برضو هنا عندك شاشه، برضو تقدر تسجل تفاصيلك وتعمل لوج ان وتعمل اكونت والكلام ده كله، ويوريك بقى وانت بتتمرن بيعد معاك بقى 1 2، بدل ما تقعد تزعج الناس في الجيم، 3 4. احنا قلنا طبعا ان الاشتراك السنوي ب 23,000، ولكن عندهم اشتراكات ثانيه، فالاشتراك الشهري الشهر الواحد 5,500. طبعا لو جيت حسبتها هتلاقي ان هو ارخص ان انت تشترك سنه، ده اساسي. في بقى حاجه ثانيه مهمه، وهي ان هم اصلا حاليا قافلين الاشتراكات، هم مكتفيين بعدد معين عشان ما ياثرش على التجربه بتاعتك. انت كحد مشترك مش عايز دايما الجيم يبقى زحمه قوي، فهم واخدين عدد معين، ودلوقتي عندهم 700 واحد على الويتنج ليست. ففي 700 واحد انتظار مقدمين بس واخدين ويتنج ليست، اللي هو انا مثلا دلوقتي لو رحت قلت لهم انا عايز اشترك هيقول لك انت 701. عندهم هنا بقى التعقيم في كل حته بالبراندنج بتاعهم LA7. تاخد مناديلك كده ترش رشتين حلوين، بعد ما تخلص طبعا تمرين تمسح بقى المكان اللي انت قعدت فيه. تعقيم كويس والنظافه كويسه. عندك بقى المنطقه دي فيها 3 حاجات، الفيزيوثيرابي والنيوتريشن. الجي اكس ستوديو بقى مكان لطيف ومساحه واسعه، برده مساحه كبيره، وفي برده هنا اوزان، بس اوزان بقى اللي هي البسيطه، الحاجات الدلع دي اللي هي بتاعه التمرينات اللطيفه. واسمع ان هنا برده في ناس جامده جدا من اجمل البريك دانسز في مصر بيتمرنوا هنا وبييجوا يعملوا شوز هنا. عندك بقى هنا الفيزيوثيرابي والنيوتريشن. الفيزيوثيرابي هو العلاج الطبيعي، اي حد بيخش الجيم اول ما بيسجل عندهم يجي يخش على الفيزيوثيرابي، يشوف بقى ايه المشاكل اللي عنده. لو انت عندك مشاكل اصلا قبل كده، عندك عضله مش عارف ايه، عندك مشكله في ظهرك، الكلام ده كله هو بيكشف عليك وبيقول لك الحاجات دي كلها. في نفس الوقت بيتواصل مع الكباتن يقول لهم ان الشخص ده مثلا عنده مشكله في الحته الفلانيه، فبلاش تمرين مش عارف ايه، بلاش الكلام ده، بحيث ان انت تبقى دايما محافظ على كل حاجه. نخش بقى يخليه يكشف علينا كده. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ نسيبكم انا بقى اخش عشان ايه في كده. طلعنا بالنتيجه الحمد لله زي الفل. هنا بقى النيوتريشن، التغذيه، دكتور التغذيه بقى لو انت مثلا بتوزن الاول يشوف الان بودي بتاعك، بيقول لك بقى محتاج تاكل ايه وتعمل ايه والحاجات دي كلها. احنا مش هنعمل ده لان انا حابب اكمل بقيه اللفه بقى. دلوقتي بقى هنخش التشينجينج رومز والشاورز عشان الدنيا جوه جامده قوي. هنا بقى اللوكرز روم. اللوكرز روم شكلها برضو لطيف، وبتاخد كارت من الريسبشن، تيجي بقى ايه تشوف اللوكر بتاعك فين، حط حاجتك وتظبط دنيتك وتقفل. عندك هنا البراير روم، عاملين كده زي مسجد صغير، وهنا غرفة تانية تغيير الملابس، وبرضو عندك ميزان تحس ان انت لو عايز توزن، وعندك برضو هنا فوط كتيرة عشان انت لو هتاخد شاور ولا حاجة خلص برضو تحط الفوط تحت. هنا بقى المرايات والحاجات الجميلة دي، ولكن انا بالنسبه لي الشاورز هي الكلام، كلام كبير قوي قوي هنا. خليني بس ابدي اعجابي بالشاورز، يعني انا بالنسبه لي الشاورز دي احلى من اي شاور شفتها في فندق، يعني ده الليفل بتاع الحلاوه. المساحه، الارض واسعه جدا، والحته هنا عاملين كده زي حجر معين هتقف عليه. طبعا شامبو بقى وكونديشنر والحاجات دي كلها، ولكن مساحة الشاور عجباني. فكرة ان انت تاخد الشاور بتاعك هنا تمام، تخلص عندك بقى المساحة دي، تطلع تقعد هنا تنشف نفسك وتلبس وتقلن كل حاجة، وتخرج بقى بحيث ان انت لما تخرج بره ما يبقاش في مية طالعة بره. ده برضو حاجة بتضايقني جدا في الجيمات، ان هي فكرة ان المية بتبقى في كل حتة. عندك هنا بقى هنا التويلتس تمام، وهنا ايه الستيم والساونا. الجو هنا طبعا حر جدا في الحر ده، فلا احنا زي الفل مش محتاجين. بس الحمام عالي. اهلا بيكم في بيرفوت روم. البيرفوت روم دي بقى الروقان، تيجي تروق على نفسك،
تقعد كده في اوضه ابيض في ابيض، تعمل يوجا، تعمل محشي، تعمل اي حاجه انت عايز تعملها هتعملها هنا، تنسى العالم يعني، تروق على نفسك، تيجي تولع شمعتين بلا حديد بلا وجع دماغ. ما ماله اليوجا حلو، بتطلع عضلات برضو هنا، اهم حاجه هنا. الديزاين طبعا جامد جدا جدا جدا، عندك مرايه طويله عريضه، الصرف باين. لما بتطلع من الاسانسير تخش الجيم شمال، ولكن في ده ال اتش 7 وير، عندهم محل، عاملين محل مخصوص للسبورت وير بقى، والهدوم برضو ممكن تخرج بيها، عاملين براند خاص بيهم يعني، تيشرتات للتمرين، شورتس، بناطيل طويله، البوكسينج، مش عارف ايه، كل حاجه هم اللي عاملينها خاصه بيهم، الليبل بتاعهم ال اي 7. ولكن فكره ان يبقى عندك محل او ستور صغير تقدر تشتري منه لبس وانت في الجيم جامد. نطلع بقى الدور اللي فوق اللي هو الروف، الاوت دور اريا، عالم تاني فوق. هنا بقى ايه، تخش الاوت دور ما شاء الله واسع، اللعب بقى بتاع الكروس فيت بقى اللي هو الطحن والردن، الناس ايه ما شاء الله قاعدين بيتحنوا في نفسهم، شغالين، الله ينور، عايش والله رجاله، عايش. تيجي بقى هنا تلاقي كل الاوت دور اريا دي، تقدر انت بقى تجري، تلعب اي حاجه كروس فيت، الكلام ده كله. الحمد لله على السلامه، ايه الاخبار؟ ايه اخبار العضل؟ شغل جامد. تمام. طب بتمرنوا ايه النهارده؟ العضلات دي ما ينفعش تتعب يعني. الفكره بقى ان هم مش عارفين ان احنا على قديم، احنا جامدين برضه، بس خلاص الدرع هنا الزمت. انا جاهز. يلا جاهز. الاول عندك اي مشاكل قوي يعني؟ هنعمل سيكت كل حاجه 30 ثانيه ونريح 15 ثانيه، فانت امشي معانا بقى كل تمرين هنقول لك هنعمل ايه. يعني بقى اول حاجه 30 ثانيه، اسرع حاجه عندك. انت بقى مشكلة ايه؟ انت ممكن تقلب على وشك عادي، ممكن تسرع. لا تسرع مين؟ هو واحدة واحدة شغال عادي. هو ده فين فين؟ طبيب رحمة فيها كده ولا ايه؟ خلاص بقى ايه ده؟ ماشي 30 ثانية بقى. ايه على قديم عاش كريم، هو ده ايه، مش كفايه كده ولا ايه؟ لسه ده بقى شغل قتاله، اسرع كتير اهو. ايوه كده ايه كده، انا كده اروح. يلا عاش، هو ده ابطال. يلا كريم. ايوه كده، جاري يلا 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 اجروا، انا جاي. اجروا اجروا، انا جاي. يلا انا جاي، يلا بينا. 5 seconds. يلا يلا. انا خلصت. لا انا عملنا 5 مرات ها؟ 5 مرات. لا انا هتسافر، انا همشي. عاش يا غباتي، عاش يا غباتي. بتعملوا كده في الكلاينت؟ والله حرام عليكم. اقل حاجه عندي ده الفل. عاش يا كوتش. المفاجأة، ملعب سكواش، عاملين ملعب سكواش في الجيم، ازاي؟ معرفش. تخيل كده تبقى انت ايه، النهارده مش هتطلع معايا اتمرن، فانا هاجي لا عايز اهو. انا اصلا مفرهد من اللي عملوه فيا ده، والله العظيم مش قادر. انت لو جيت تفرهد كده في الجيم مش هتحتاج تلعب سكواش بقى، ولا تلعب سكواش ولا تلعب اي حاجه، تروح تنام. في وقت الراحة ووقت ان الواحد بقى ايه يروق على نفسه، عشان تعبت النهارده صراحة، تعبت النهارده في المشوار ده. جبت عصير، كل حاجة تتخيلها موجودة هنا، يعني ميكس جميل لطيف. بعد التمرين العميق اللي احنا عملناه ده والحرق الكبير ده لازم سلطة،
مانجا لسه عندهم مانجا. مانجا خلاص موسم خلص. كانت تجربة مختلفة وتجربة جامدة جدا واتبسطت صراحة ان انا جيت النهاردة الاي 7 وانبهرت. انا ككريم انبهرت. بنروح اماكن كتير ونعمل تجارب مختلفة والنهاردة كان تجربة مختلفة. اغلى جيم في مصر ومنفعش ما نشكرش الاي 7 ان هم النهاردة اتحوا لنا الفرصة ان احنا نصور، لان فعلا اغلبية الجيمز في مصر بيبقى عندها حتة التصوير دي لأ وكده، فان انا اعرف اعمل جولة النهاردة واخد راحتي واصور شكرا ليهم بس. ودي كانت نهاية الفيديو النهاردة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي. سلام.